أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم يتوقع أن تتشكل موجة غبارية قوية في المنطقة الشمالية تعمل على تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم يتوقع أن تكون الأجواء مغبرة نوعا ما مع رياح نشطة 28 درجة مئوية الملموسة 27 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شماليا نشطة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية سكاكا رياح نشطة وأتربة مثارة 15 إلى 5 عرعر 15 إلى 3 وتبوك 16 إلى 5 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة 24 إلى 11 جدة 27 إلى 21 مكة المكرمة 27 إلى 18 والطائف 23 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية الباحة 18 إلى 12 أبها 21 إلى 9 وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 25 إلى 14 حفر الباطن 24 إلى 9 الإحساء 25 إلى 13. أما المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس مغبر 28 إلى 14 بريدة 26 إلى 7 وحائل 17 إلى 1 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.